انت مجنونه؟ كل شيء بلاوي زرقاء بهذا اللي بدك تحطيها براسي انا؟ امال يا اختي البلاوي اللي بتحصل دي من ورا راس مين؟ وين دليل الأطرش الوسيم يلفت الأنظار في أول ظهور علني لن تتخيلوا الشبه بينهما؟ شاركت الممثلة السورية ليليا الأطرش متابعيها على إنستغرام صورة حديثة ونادرة لها برفقة والدها في أول ظهور علني له، نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام. وظهرت ليليا في الصورة وهي تحتضن والدها بقوة وتستند إليه، وعلامات الفرح والسعادة واضحة عليهما، كما وجهت له رسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن حبها الكبير له واعتزازها وفخرها به، إذ أرفقت الصورة بالتعليق التالي: أمني وأماني، بيتي ومسكني، عزي وسندي. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة حيث أثنوا على جمال ليليا ووالدها، كما أشاروا إلى الشبه الكبير بينهما متمنيين لهما السعادة الدائمة وطول العمر. رشت رمل البحر ونهارت وتغطت بالشمس. وفي سياق مختلف، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق صورة قديمة للممثلة السورية ليليا الأطرش في طفولتها، ظهرت فيها بملامح طبيعية بسيطة وسط اندهاش من المتابعين عن التغييرات التي حصلت لها، متهمينها بإجراء عمليات تجميل، فيما تساءل البعض الآخر عن سبب عدم وجود الشامة في طفولتها. دي حاجة ما تخصنيش، اتعودت انا ما اشتكيش. ومن جهة أخرى، كانت ليليا الأطرش قد نشرت على حسابها عبر موقع إنستغرام صورة لها أثناء تواجدها في أحد المسابح، حيث ظهرت عارية الكتفين وهي تستمتع بأشعة الشمس، حيث أرفقت صورتها بالتعليق التالي: بلش الصيف عندي. الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أعجبته وبين من اعتبرها جريئة، لأن ليليا عمدت إلى إخفاء التعليقات عن هذه الصورة، في حين أبقت تعليقات المتابعين على صور أخرى كانت قد نشرتها على حسابها في وقت سابق. مش قليل مش قليل جنوني بحبك مش قليل. وبعد البلبلة التي أثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك الصورة، نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورة جديدة خلال تواجدها في دبي، حيث ارتدت فستانا أسود قصير مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم.